كيف من هذه القعدان اللي تنطلق بقوة إلى مسار البداية. المركز الأول هجني زعبيل، تقدم لنا شاهين من يقتنص فرصة الفوز والناموس والانتصار. البداية مع هجن زعبيل، وفي التضمير المتألق راشد بن محمد بن مروشد حيث سجل نقطتين في هذا المساء. المركز الثاني، المركز الثاني مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية تضمير لدى الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز الثاني. بينما المركز الثالث، المركز الثالث ننتقل إلى الصوبي، من يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية تضمير وتدريبة تعود إلى المضمر عتيج بن سالم بن عرطي الحميري. بينما مشاهدين الكرام المركز الرابع في الانتقال إلى السراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، عملية التضمير والتدريب تعود إلى الجنتلمان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. والمركز الخامس شاهين التابع لهجن ندي الشبة في تضميره وتدريبه يأتي المضمر سالم بن سعيد أحد الشباب المضمرين. والمركز السادس شاهين كذلك تعود ملكيته بشعار هجن العاصفة، التضمير لدى غياث الهلالي على سادس المراكز الآن. بينما المركز السابع نصل إلى مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سابعا تضميره وتدريبه لدى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية. المركز الثامن، المركز الثامن هذا اللي تقدم الآن مهاجر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمره طارش بن مبارك بالقوبع في المركز الثامن. شاهين يحتل المركز التاسع التابع لهجن العاصفة، التضمير والتدريب يعود إلى المضمر غياث الهلالي. والمركز العاشر هنا الجذاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي حيث سجل نقطة في الأسابيع الماضية وشارك وصاحب الساعة في ميدان المرموم وتمهيدي ختامي المرهوم المرموم في هذا الموسم. عموما على كل حال مشاهدين الأعزاء نتابع ونشارك الانطلاقات. أتابع وأعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار هجني زعبيل، حيث يتقدم مشاهدينا الكرام شاهين إلى المركز الأول باختيار موفق وأداء مميز حتى هذه اللحظات وأداء جميل في مقدمة الشوط مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد، لمن قدم لنا نقطتين في هذا المساء بهذا الشعار، شعار هجني زعبيل، وأكيد الثانية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم مالك هجن زعبيل. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي مشاهد الاعزاء مياس اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم يضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث بدا الان في السرعه، بدا في السرعه هذا والامامكم الصوبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، بدا يزيد من سرعته ويتقدم مع المضمر والمتابع عتيج بن سالم بن العرطي الحميري ابو احمد هذا المتمرس، حيث يقدم لنا الصوبي ادائه الثمين. المركز الرابع، المركز الرابع نتابع مشاهدينا الاعزاء، ها هو سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان والمضمر احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، حيث يعني اليوم كذلك سجلوا نقطه في اداء مشارك لهذا الشعار واداء جميل في كل مشاركات لابد ان ينتزع له ناموس مميز مع اداء مميز وجميل. المركز الخامس، المركز الخامس هذا هو مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمره خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، يحتل المركز الخامس شاهين. في المركز السادس هجن ند الشبه تضميرها لدى سالم بن سعيد، هو من يتواجد ليضمر ويتابع شاهين في هذه الانطلاقة على المركز السادس. سابع المراكز شاهين الآخر بشعار هجن العاصفة يتسلل إلى المركز السابع يضمره غياث الهلالي، والجذاب يحتل المركز الثامن. الجذاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم تضميره وتدريبه لدى أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، إذن هو من يتابعه في هذه اللحظات على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع وصل الآن الأسد لسمو الشيخ حمدان
قدام برايد المكتوم، حمد بن علي العويسي في تضميره وتدريبه بينما في المركز العاشر مهاجر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، التضمير والتدريب يعود الى المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. هذه النتيجه اللي ذعناها وذكرناكم بمستوى اللي قادمين والحاضرين والمشاركين هناك اليذاب صاحب يعني الساعه في تمهيد ختام المرموم، وكذلك الصوبي مشارك قوي، وهناك شاهين لهجن الزعبيل مشارك قوي. كل يعني هذه الاسماء اللي ذكرناها لها سجلات حافله بالنواميس في ميادين السباق، لكن المركز الاول بدا يغادر ما شاء الله، بدا يغادر عن البقيه، بدا يغادر عن البقيه وهو يحتل صداره الشوط والمركز الاول. الشاهين إذن على مقدمة الشوط بشعر هجني زعبيل، راح وابعد المسار الكيل والأخير خلاص، وين غرد خارج السرب. هذا اللي تشوفونه أمامكم إنتاج المختبر. شو سلالته علي؟ سلالة غازي إنتاج المختبر. يسقيك يا المختبر، يسقيك يودي المختبر. هذا اللي أمامكم مشاهدي الأعزاء، لهجن زعبيل في صدارة الشوط. اليذاب قادم، اليذاب في المركز الثاني، والله حذاري من هذا الخطير بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، قادم للمركز الثاني وبقوة، ولكن يعني العنيد معاندين هناك شاهين وهنا الجذاب، الجذاب وشاهين. اللحظات الاخيره وين لمن الابتسامه؟ الكل اكيد بلا شك مبتسم، ولكن شاهين لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات بتقدمه وباندفاعته. والجذاب بدا يجذب المراكز، بدا يجذب شاهين ال 400 متر الاخيره، والجذاب في المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بدا يتحرك، بدا يشكل خطوره على المركز الاول، لكن شاهين صامد، شاهين بيضيف النقطه الثالثة. سلام لهجن زعبيل، تهانينا والناموس اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، مالك هجن زعبيل على هذا الفوز، على هذه الاستمرارية، ومع هذا الاصطاف المميز لشعار هجن زعبيل من خلال المتابعة والتدريب مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد. مشكور يا بن مروشد مشكور. هذا هو مشاهدي الأعزاء شاهين لهجن زعبيل، تهانينا والناموس. المركز الثاني للذهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احتل المركز الثاني. المركز الثالث سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد النيان، المركز الرابع صوبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مشاغب يحتل المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت النتيجه لصالح شاهين، ذس نمبر 1 فور هجني زعبيل. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء للمتالق راشد بن محمد بن مروشد، حيث فاز بهذا الأداء الجميل والمشرف، حيث قدم عرض جميل من البداية حتى النهاية، وتوقيت الزمني أيضا كذلك مميز، 9 دقائق 17 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الانتصار، تهانينا كذلك على تقديم يعني الأشياء المميزة في ميدان السباق. والمركز الثاني قطع المسافة 9 دقائق 20 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية، كان اليذاب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من حله في المركز الثاني. سراب في المركز الثالث لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، خطف ثالث المراكز ب 9 دقائق 25 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك الى مضمر احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، تهانينا مشاهدينا الكرام للجميع على هذا الفوز، واستمتعنا بالفعل بشوط مميز، شوط ناري من خلال تواجد الشعارات واختيار كذلك منافسات واختيار التخطيط الممتاز واختيار التخطيط الناجح دائما في كل المشاركات. شوطنا التالي ينطلق شوطنا 12 في الفترة المسائية، والشوط 12 مخصص للقاعدين كذلك الإذاع في هذه اللحظات مع